أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس. وفاة أحد اللاجئين من بدون الكويت، ويدعى سعود الحمود 38 عاما في مركز لجوء في بلدة إستاد جنوب السويد بسبب تقصير من فريق الإسعاف حسب ادعاء شقيقه الذي تحدث لأخبار الكومبس بالصوت والصورة عن ما حدث مع أخيه في 10 من أغسطس الماضي. فلنتابع. سعود الحمود ساكنين بإستاد سكارس كوغل اسم الكامب. أخي أول ما صحى من النوم قام يصيح إيدي وصدري قام يعورني. فاتصلنا بالإسعاف، وجدت الإسعاف هنا موجودة. فالإسعاف ما قامت بواجهها بشكل صحيح. يعني ساعتين واقفة الإسعاف ما قامت بأي تبادل معناتها وإسعافات أولية وكذا. من لما توفي الله شالت الإسعاف. زين، وعلى هذا تركت المريض هو قاعد يعني يعالج بالموت، يعني قاعد ينازع بالموت، وقامت تلعب المسعفة تلعب مع الأطفال. زين، حنا نصيح عليها تعال شوف فيه تعال كذا تعطيه بضغط كذا، أبد ساعتين يلا وديت المستشفى. يعني أول ما وصل المستشفى قام والله بالإجراءات اللازمة. زين، وماكو كنا تجينا عند الدكتور طلع لي قال بس عضلة القلب كان شغال، كان متوفي قبل تقريبا 5 دقائق أو أكثر. زين، وفوق كل هذا زين قاعد تجيني المحققين هنا بالمركز مال الشرطه، المخبر الشرطه يجوني هنا للكم يسالون عني يقولون ما موجود قاعد يضيعون علي. زين، وكل ما اقول لهم اي مساعده ساعدوني مثلا اروح المخبر او اروح المستشفى قاعد يرفضون طلبي هذا المدير الكم. زين، اثناء هذا الكلام هذا اللي عندي انا عندي شو تقريبا اكثر من 40 نفر ما بين النساء وبين الرجال انهم كانوا موجودين اثناء الحادث، لان الصوت مال المريض الله يرحمه كان صوت عالي، فكان يصارخ. يعني لو حكينا بإسعافات أولية يعني ولا اعتراض حكم رب العالمين احتمالنا عايش. زين، بس المسعفة هذه تركت المريض لغاية لما يموت يلا سعفت المستشفى. زين، يعني بظرف 5 دقائق للمستشفى هو توفى، فبارك ساعتين واقفة الإسعاف ما قاعد تطيل الإسعافات الأولية. وإحنا يعني ما إحنا عارفين مصيرنا هنا شنو، إحنا ناس يعني مضطهدة، ناس بدون من الكويت، ما نعرف مصيرنا سواء احنا نقعد بالسويد او رفض او قبول ما احنا عارفينه. فقاعد يحاربون حرب نفسي بهذا الشيء، وبس هذه الحادثه صارت اكثر من حادثه بهذا الكم، ما احنا عارفين ان شنو السبب ويانا هذا الشيء. يعني واتمنى يكون صوتي يطلع يوصل للمسؤولين بدائره الهجره او رئاسه الوزراء، يوصل يعني بشكل مباشر. هذا اتمنى، يعني انا خسرت يعني اعز ما يكون عندي بالكون هو اخوي. وأنا بالنسبة لي أنا أطالب بفتح التحقيق بمدير الكم والجهة الخاصة مات الأسعاف، يفتحوا لي التحقيق وتحقيق مباشر وشوف. يعني حتى سبب الوفاة ضموه عليها ما أعطوني سبب الوفاة شنو، يعني شرحوا الجثة ومستشفى لوند ورجعوها على إستاد ما أعطوني سبب واضح سبب الوفاة. يقول لي بعدين إحنا نقول لك، بعدين إحنا نقول لك. وصار لي تقريبا اليوم 6 أيام، يعني توفى يوم 10 بالشهر الساعة 2:30، واليوم 16 الشهر، يعني 6 أيام ما أعطوني كل نتيجة وما نفهم شيء. وجزاكم الله خير وما قصرتوا، وكون يعني أتمنى أنكم توصلون صوتي لكل الجهات المختصة. شكرا. طبعا الكومبس من جهتها اتصلت بمشفى إستاد حيث تم تحويلنا إلى المسؤولة الصحفية هناك، والتي أكدت بدورها أنها ستتابع الموضوع مع الإدارة للاستفسار عن ما حصل، مشيرة إلى أن فريق الإسعاف الذي اشتكى منه أخي الضحية يتبع لجهة أخرى وليس للمشفى نفسه. في أخبار أخرى، سكرتيرة الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي كارين ييميتن تعلن عن استقالتها من منصبها كسكرتيرة الحزب، لكنها أوضحت أنها ستبقى في منصبها كنائبة في اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الخارجية. رئيس الحزب وهو رئيس الحكومة السويدية ستيفن لوفين عبر من جهته عن أسفه، وكانت ييميتن قالت لوكالة الأنباء السويدية إنها لن تنتظر انتخابات مؤتمر الحزب القادمة بل ستغادر منصبها هذا الشهر، مشيرة إلى عدم وجود أي أسباب سياسية أو ضمنية دفعتها إلى الاستقالة، لكنها قالت إن الوقت التغيير قد حان حسب وصفها.
الشرطة السويدية تلقي القبض على زوجين بلغاريين بتهمة الاتجار بالبشر، يشتبه أنهما اختطفا فتاة وأجبراها على التسول في نيو شوبينغ. الشرطة كانت استدعت صباح الجمعة الماضية إلى متجر في تلك المنطقة، حيث كانت فتاة بلغارية تبلغ من العمر 15 عاما تجلس خارج المتجر وهي تبكي بعد ضربها من قبل رجل وصفته بأنه مديرها أو مديرها. تنوي المحكمة توجيه تهمة الاتجار بالبشر من أجل التسول ضد الرجل والمرأة اللذان تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عاما، وقد رفضا التهم الموجهة إليهما. إلى هذا الخبر الاقتصادي، البنك التجاري السويدي هاندلس بنك يعلن اليوم عن استقالة رئيسه التنفيذي فرانك فان جينسن بعد تسلمه للمنصب منذ سنة ونصف. وفي مؤتمر صحفي قال رئيس مجلس إدارة البنك بيير بومان أن قرار الاستقالة ليانسن جاء من قبل مجلس الإدارة التي ترى بأنها أخطأت في تقديراتها عندما قامت بتعيينه كمدير تنفيذي للبنك التجاري. وحسب بومان فإن فرانك فانغ يانسن لم يرقى للمستوى المطلوب ولم يقم بإتمام المهام التي أسندت إليه كما كان منتظرا منه. في شأن آخر، الأرقام الأولية الصادرة عن مصلحة إدارة النقل في السويد تظهر أن 32 شخصا لقوا حتفهم في حوادث مرورية وقعت في السويد الشهر الماضي، ما يعني زيادة بمقدار 3 أشخاص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت المصلحة أن الأرقام المقارنة على المدى الطويل أيضا جاءت سلبية، حيث وخلال الأشهر 12 الماضية نهايتها في آب أغسطس أو تموز يوليو الماضي لقي 277 شخصا مصرعهم في حوادث مرورية خلال سنة تقريبا. أخيرا، خبراء الأرصاد الجوية يقولون أن البلاد ستقع تحت تأثير الضغط المنخفض اعتبارا من يوم غد، سيتسبب ذلك بطقس بارد وهطول للأمطار. وقد حثت المواطنين على الاستفادة من أشعة الشمس التي ظهرت بعد ظهر اليوم قليلا. ووفقا للخبراء مشاهدين، فإن منخفضا جويا قادما من الشرق سيؤثر على البلاد، حيث من المتوقع أن يصل السويد قادما من فنلندا بعد أن كان في روسيا. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.